سجل. تمام، بدأنا. هنقول صباح الخير على حضراتكم. النهارده هنبتدي ماده جديده، ماده اسمها الكتابه والتلفزيون التفاعلي. الماده دي ان شاء الله فيها عملي، لازم ان انت تهتم بيها من اول يوم، عشان هي ماده عايزه شغل كتير وعايزه مطالعه لبرامج اذاعيه وتلفزيونيه مختلفه. وطبعا مش هنتكلم في مصر، هنتكلم في المنطقه العربيه واوروبا حسب ما الوقت يكون له متسع عندنا. طب احنا ايه فائده الماده دي يا دكتوره؟ لا، فائدتها كبيره جدا، دي اساس الشغل كله في قسم الاذاعه والتلفزيون. انت بتتخصص في كيفيه اعداد برنامج اذاعي او تلفزيوني بجوده عاليه، بالاضافه الى تنميه المهارات لفكره الاعداد الجيد لاي برنامج. وبعدين احنا ازاي ساعتها نتعلم ايه هي البرامج المختلفه، وازاي نقدر نوظفها باشكال مختلفه. يعني ايه؟ دلوقتي انا عندي انواع مختلفه من البرامج الاذاعيه والبرامج التلفزيونيه. اولا لازم اعرف الفرق ما بين البرنامج الاذاعي والتلفزيوني، دي فروق شكليه بسيطه، لكن انواع البرامج هي دي اللي لازم ابقى كويس جدا اعرفها. ليه؟ لانك انت لما بتيجي عايز مثلا تتكلم عن المراه، فهل يصلح مثلا تحط لها برنامج مثلا مناقشات، ولا برنامج حواري، ولا يعني ايه طبيعه البرنامج اللي يناسب المراه؟ ايه طبيعه البرامج اللي تناسب الطفل؟ وهكذا. فلازم نعرف ايه هي الفروقات بين البرامج اللي نتكلم عنها. طبعا انا نزلت على الجروب بتاع الواتس كتاب. الكتاب انا يهمني الجزء اللي اذاعه، منها نطاق القانون، بحيث عشان ما يحصلش دمج ما بين مفهوم الاذاعه وما بين مفهوم التلفزيون، وانما ناخد الامور سيبرت منفصله. بالاضافه ان انا نزلت ايضا باوربوينت اللي هنشتغل عليها الفتره الجايه، و منها الشرح والاستفاضة. طبعا في أي مادة لازم نتكلم في الأول عن طبيعة المادة. يعني أنا بتكلم عن إيه؟ المادة دي المعنى بتاعها من 40 و20 حاجة و20 ميد تيرم، بالإضافة ل الباقي من درجات حاجة أعمال سنة والكويزات وأعمال ممكن تطلبها مختلفة من حضرتك. أنا نفسي بس إن الناس تهتم وتلتزم بمواعيد المحاضرات، وتعتبر إن الموضوع ده زيها زي اللي خالص عادي، الجامعة مفيش أي مشكلة. تمام. أنا بس هقلب الكاميرات وأبص الناس فاتحة الكاميرات، يعني أنا كده الآن شايفة الناس فاتحة، بس عندي شروق أيمن مش فاكرة، مش شايفاها معايا، مش عارفة ليه مش فاكرة. وعندنا برضو مين تاني؟ أنا نفسي الناس تتكلم. طيب تحياتي ليكم. وفي رولا كمان مش فاتحة، وعمرو مش فاتح، في كذا حد، واحمد وعطيه وعطيه معرفش، وفي ناس لسه مش موجوده معانا في القصه، نايمين شكلهم معرفش. يا ريت الناس تفتح الكاميرا، عشان احنا بنحاول نعمل عمليه التفاعليه. ابسط مثال على التفاعليه اللي انا عاملاه دلوقتي، ان انا بقول لكم افتحوا الكاميرات عشان نتفاعل مع بعض. شايفه الناس قدامي، مين الحاضر مين مش موجود، مين اللي هو بيتكلم مثلا محل حاجه، مين اللي بيبص في الساعه متضايق، مين اللي حاطط ايده على خده زي كده مثلا. عندنا فرح ايدها ومناهض برضه، كل الناس حاطه ايدها على، بيقول لك يعني بدايه جميله جدا. طيب ده التفاعل، انا شايفاك في لحظتي.
فاحنا عايزين نعمل التفاعل ده بشكل اذاعي بقى. يعني دلوقتي ايه اللي اضاف موضوع التفاعليه؟ اللي اضافه التفاعليه هو وجود الشبكه العامه الكبوتيه وهي الانترنت. قبل كده كان التفاعل بالطرق المتعارف عليه انشا. انت حاطط كمامه ليه يا منار؟ منار احمد انت حاطط كمامه ليه؟ أوريكم إنه أهمية التفاعلية ومردودها الهامة لحضراتكم. من زمان كانت التفاعلية في أي برنامج إذاعي عن طريق ورقة وظرف تتكتب فيه، يعني يكتبوا فيه رأيهم حول قضية أو قصة، وعلى بال ما تتنقل للبريد، وبعد تستقر على بال ما توصل للبرنامج، وبعد كده المذيعة تفتح الجواب وتقراه للضيف. يبقى يعني عمليا كانت فيها فكرة الزمن كتيرة جدا، وفكرة التكلفة كانت عالية. انت تجيب ورقة وقلم وتبعت تدفع فلوس. بعد كده انتقلنا إلى التفاعلية عن طريق التليفونات. التليفونات أصبح لكل برنامج إذاعي تليفون، لو عايزنا نتكلم مع في موضوع معين. لو انا مثلا عامله حلقه قلنا عن المراه او عن الرجل وفي استفسار معين لاي حد، هيعمل ايه؟ هيتكلم في التليفون وبناء عليه هيتناقش في القضيه قدامه، وبعد كده هيقول له تمام في زي كده. وده كان الشكل الاخر للتفاعليه اللي هي ما كانتش ظاهره بشكل قوي. بعد كده ظهرت التفاعلية بشكل آخر مع ظهور طبعا الشبكة العنكبوتية وهي الإنترنت. الشكل ده أخد شكله الكبير طبعا مع ظهور طبعا برامج دكتور صوت حضرتك بيقطع جامد. أصبح لكل البرامج تقريبا أسبوعية أرقام تليفونات عالية. لو سمحت الريكورد والناس تلتزم التعليمات، ودي محاضرة مش عايزين نهزر فيها لو سمحت، فالناس تلتزم وده مسجلة. يا ريت الناس تبقى عارفة ان الكلام ده مسجل، واللي انتوا بتعملوه والتهريج ده مسجل، فالناس تلتزم. احنا هنا دلوقتي ما بنتكلمش في حاجة تانية، تمام؟ دكتور ممكن اقول لك بس على حاجة؟ الصوت كده احسن؟ افضل بكتير يا دكتور. افضل افضل. الاهم عندي الصوت واضح للجميع. طيب ممكن ندخل بس اول اوديو كده نسمعه مع بعض. دخلوا لي يا احمد بعد اذنك. يلا اشتغل تفضل. هو مصطفى حسني ده عادي ديني. وعلى فكرة يا دكتور، انا شروق، انا كنت متابعة البرنامج ده 2014 في رمضان. تمام. كان بيتكلم عن المشاكل الاجتماعية والعاطفية والحاجات دي من وجهة نظر الدين والعلم في نفس الوقت. تمام، يعني هو بيجمع ما بين ده وده. هل البرنامج ده انتوا شفتوه على التلفزيون، هل ينفع ان احنا نتابعه على الإذاعة؟ هل يصلح برنامج إذاعي؟ انا شفته على اليوتيوب، وهو بنسبة ما في حلقات او جزء من الحلقات ممكن، وجزء تاني لا، لانه كان بيبقى فيه شوية تصوير بشكل درامي. طب احنا لو عملنا الشكل الدرامي ده عملناه بشكل اذاعي، يعني قالب درامي بس اذاعي، يعني حولنا دراما ممكن الى دراما اذاعية، ممكن. ده حقيقي. تمام.
يعني بنلاحظ، بس اكيد مش هيبقى 28 دقيقه، يعني الاذاعه هنا هيبقى اقل من كده صح؟ ده هي ولا هياخد نفس الحجم في رايكم؟ هو ممكن يبقى اقل علشان خاطر مش هيبقى فيه محتوى متصور اصلا، فهيبقى الاعتماد كله على المؤثرات الصوتيه او في التمثيل اللي ممكن يتعمل بشكل شفوي. يبقى هنا اهو انتوا ابتديتوا تعملوا كومباريزن ما بين البرنامج الاذاعي والبرنامج التلفزيوني لنفس الايه البرنامج، يعني احنا نقدر نصنع من ناحيه اذاعيه وناحيه تانية ايه تلفزيون، وعندنا الاثنين. فحتى احنا لما هنشوف اداؤه يا ريت ندخل على الانترو يا احمد، او اللي هو عم يعملنا اللينك عن طريق اليوتيوب، ندخل على المقدمه بتاعت مصطفى حسني، عايزين نسمع هو بيقول ايه. حاضر ثواني. من نفس الفيديو ولا افتح اليوتيوب؟ لا هو نفس اليوتيوب اللي انت كنت فاتحه دلوقتي قبل شوية، بس انا عايزة المقدمة بتاعته. انا مش هنقعد نسمع اللي احنا واخدينه كمثال، ده العمل بتاعنا احنا مش انسان ان خلق في وجهه سيف الله. ثواني هو بيتكلم في الاستوديو ولا الاول من بدايه الحلقه؟ لا انا عايز اقول الخالقة اللي بتغير شخص الإنسان. يصلح للإذاعة، إلا أنه هتبقى في خلفية موسيقية ناعمة شوية تخلي نوع من الأداء، تزود من مهارة في الأداء. طيب أنا دلوقتي عملنا مثال مع بعض حي لبرنامج تلفزيوني يصلح أن يكون إذاعي، وقلنا الفرق مبدئيا هي الصورة ومسألة الدراما التمثيل، احنا ممكن نعملها بشكل درامي اذاعي معين عن طريق المؤثرات الصوتيه او المؤثرات الموسيقيه او وات ايفر كانت، سواء طبيعيه او مصطنعه والحاجات اللي انتم المفروض عارفينها. طيب دلوقتي، طب يا دكتوره، هو الشكل البرنامج ده بيسموه ايه في الاذاعه لما مصطفى حسني قاعد وبيكلم الجمهور؟ في رايكم هو ده اسمه ايه البرنامج ده؟ نوعه ايه؟ اجتماعي. لا انا بتكلم على شكل، يعني هل هو تحقيق، توك شو، طاولة مستديرة، يعني ايه طبيعته؟ مش ممكن يبقى سياسي توك شو شوية. ايه؟ ممكن يبقى مايل للتوك شو شوية اعتقد. توك شو، تمام. ايه تاني؟ في ناس، ما الناس التانية ايه رأيها؟ أنا رأيي إن هو برضه توك شو. توك شو، تمام. وإيه تاني؟ اتنين من التسعين واحد في الدفعة، فين الباقيين؟ إحنا ممكن نقول يا دكتور إن برنامج ديني بيعرض قضايا دينية وبيحللها وبيوجد حلول ليها. أنت بتتكلم هنا عن قضايا دينية، وده أنا ما بتكلمش عن أنا ما بتكلمش عن القضايا الدينية. أنا بتكلم الشكل البرنامج، هل هو برنامج حواري؟ هل هو برنامج تحقيق؟ هل هو مجلة إذاعية؟ هل هو أنالوج أو حديث مباشر؟ تقريبا يا دكتور ممكن يكون تحليل. تحليل،
بص يا جماعه، بالنسبه للاذاعه ده اسمه ايه؟ حديث مباشر، بيبقى منه للجمهور بيخاطبوا في قضيه اجتماعيه ما، زي دلوقتي الحاله اللي قدامنا ده اسمه حديث مباشر، انا بكلم حضراتكم. تمام؟ في اللغه الجديده بتاعتنا، القناه اللي هي متبنيه البرنامج ده هيبقى ليها ايه؟ هيبقى ليها موقع على الانترنت. الموقع ده بيحمل البرنامج ده. لما بيحمل البرنامج ده حضراتكم بتتفاعلوا معاه، بتقولوا الحلقه كانت هايله، الحلقه كانت وحشه، فده نوع من التفاعل اللي هو ايه؟ اللا متزامن، يعني مش اللحظي، مش دلوقتي، انما بيجي بعد الحلقه بفتره. تمام؟ ده مثال ليه انا بشرح فيه نوع من انواع الايه، الاشكال البرمجيه الاذاعيه. طب يا دكتوره حضرتك بتتكلمي عن التفاعليه، ايه السمات التفاعليه المعاصره؟ ايه هي الحاجات العصريه الجديده اللي لازم المعد لما يقول الف ب يفكر فيها؟ يا ترى ايه هي؟ انا بسال السؤال دلوقتي، يعني هخليكم كده دقيقه تفكروا. يا ترى ايه هي السمات المعاصره؟ او ايه هي الصفات، او ايه هي الخلفيه بتاعتكم عن الحاجات اللي لازم تبقى موجوده بالمعد علشان يبني على اساسها فكره البرنامج بشكل تفاعلي؟ يعني هي الادوات اللي معايا يعني؟ بتاعت العصر بتاعتنا اللي هي تخلينا لما نعد فكره لبرنامج يبقى ايه هو كده تمام التمام. زي ايه؟ مثال، انا حد كده مثال، يعني انا قصدي اوضح الفكره، انه الموضوعات تبقى ايه؟ فيها تخصص، يعني ما بقتش الموضوعات، يعني هو بيتكلم هنا عن عيش اللحظه. عيش اللحظه، اصنع انت بهجتك بايدك، اصنع مستقبلك، حاجه اجتماعيه ريليتد بالدين، بيتكلم في موضوع معين، ما بيتكلمش في الدين بشكل عام. زي لما انا بقول انا بتكلم عن المراه، فانا ما بتكلمش عن الجمهور بشكل عام. يبقى دي احدى سمات الاعداد المتميز دلوقتي، اللي هو ايه؟ اني ابتدي ادور على تخصيص الموضوعات. فانا هسيبكم كده دقيقه تفكروا لي في ايه سمات تانية المفروض تتوافر في السمات المعاصره في الكتابه التفاعليه. تمام؟ انه مثلا هنشوف الناس. بص دقيقه دقيقه، ادينا بس ايه، الناس ما تتكلمش بعد اذنكم، بس دقيقة وهنفتح تاني الحوار. تمام؟ أنا هعمل عندي ميوت أهو، وبعمل لكل ميوت علشان الناس تفكر، وبعد كده هفتح وأقول، يعني أبتدي أستقبل ردود. تمام؟ يلا.
ممكن يا ريهام تقولي لي ايه هي الصفات اللي انت شايفاها ممكن او السمات اللي المفروض تبقى متوافرة في المعد الجيد بشكل متميز، بحيث انه لما يبتدي يفكر الفكرة او الموضوع او القضية او اي حاجة هو بتناولها في حلقته لازم تبقى يعني متوافرة فيه، غير مثلا زي ما انا قلت ان الموضوع يبقى فيه تخصص. ايه تاني يا ريهام؟ سامعاني يا ريهام؟ يا احمد الناس فين؟ هي الناس موجودة بس في اكتر من ريهام، في حوالي 3 حضرتك يا دكتور. طب اقول انا يا دكتور؟ دكتور اقول؟ نعم اتفضلي قولي. ان هو اللي يختار يعني يختار موضوع مناسب يخاطب جميع الفئات. لا ما احنا قلنا غلط، احنا قلنا اول انا طيب ان يبقى في تخصص، عشان انت دلوقتي بتفاعليه، التفاعليه هتكلمي كل الناس ولا هتكلمي فئه معينه؟ اكيد هتكلمي فئه معينه، فئه معينه. فعشان كده قصه التفاعليه دي مع كل الناس، لا انت كده ما فيش خالص. يبقى قصه التفاعليه في اختيار جمهور محدد ده مطلوب، تمام؟ عشان كل ما كنتي محددة في جمهورك كل ما وصلتي المسج بتاعتك أفضل وبشكل متفاعل، زي ما حضراتكم دلوقتي بتشوفوا ناس كتير على اليوتيوب عاملين قنوات متخصصين فيها، مش كل واحد له محتوى بيقدمه أي كان بقى المحتوى. إيه تاني فكرة؟ أسلوبه في التقديم والطريقة اللي بيكتب بيها السكريبت، يعني ازاي ان هي تناسب الجمهور، يعني ازاي اللهجه او لغه الاعداد نفسها تبقى سلسه واضحه، ازاي الجمهور يقدر يستوعب الكلام ما يكونش فيها كلمات مش مفهومه. أيوة. انا ممكن اخاطب الجمهور كله، عندي مثلا ناس مش بتقرا، ناس مستوى التعليم بتاعها قليل، ناس مستوى التعليم بتاعها عالي، فانا ازاي ان انا اخاطب كله في نفس الوقت تمام. الفكره تكون واصله للكل، والقدرة على التخيل ان هو يقدر يتخيل حاجات، بحيث ان يبقى طالع في البرنامج المستمع يبقى قادر يبقى كأنه شايف الصورة كاملة قدامي. تمام صحيح. ممكن برضو اللبس وطريقة الشكل كده، سيبي ان هو يعني لازم احنا عم نتكلم في الإذاعة ومعايشة الواقع، ان هو يبقى متابع اخر الاحداث والواقع الاخبار اللي حصل ايه الاجتماعية، يبقى الأحداث الجارية، إنه يبقى في حداثة حتى في لغة في القضايا المتنوعة، ويبقى عنده بحث عميق إن هو يعمل بحث عميق. دكتور ده أي موضوع يتكلم فيه الفكرة يا دكتور، يعني يكون عارف اللي هو هيقدمه من للجمهور والموضوعية، لازم يكون موضوعي ما يبقاش حاكم على جزء وساب جزء او منحاز لجزء عن التاني. ممكن كمان ان هو ان هو يكون عنده علاقات بناس متخصصة في الموضوع. واستخدام برضو السوشيال ميديا ممكن يبقى مناسب، لو انا مثلا ممكن احط سؤال معين قبل ان انا اتكلم عن الموضوع بشكل عام قبل الحلقة وبعد الحلقة كمان، سؤال تفاعلي للناس. يكون جايب المواضيع تكون تمس احتياجات الناس، او ممكن يا دكتور برضو يربط الموضوع بالاحداث اللي حصلت تخص يعني البرنامج ده او كده، وينزل ويبعت مراسلين تتكلم مع الناس وتعرف ايه المشاكل الحقيقة اللي بتقابلهم كده يعني. دكتور موجودة؟ تقريبا دكتور بتكلم في موبايل دي.
خلاص احنا ممكن نقفل بقى اللينك ده، وعايزه الباوربوينت. تمام كده واضحه. يعني بس شيل الخانه اللي على الجنب واعمله اللي هو عرض الداتا شو ده، اللي هو السلايد تبقى كبيره يعني. اللي هي اخر تحت، اخر حاجه تحت على اليمين. اللي هي بعد الماينس والبلس في كده سلايد كبيره. لا مش جنب الماينس على الشمال، الناحيه الثانيه عند الماينس، جنب الماينس على الشمال. ايوه دي ايوه هي دي. تمام ايوه. بصوا بقى يا جماعه، افتح لي بقى على اول واحده سلايد. اول سلايد دي خلاص الكفر عرفناه. تمام بس ثواني. طيب بصوا بقى، احنا هنقول انه السمات المعاصره للبرامج الاذاعيه المتميزه يمكن رصد اهم السمات للبرامج الاذاعيه بشكل ايه معاصر، من شانه ان يساعد في معرفه اوجه ومجالات التطور المطلوبه في الاعداد والكتاب. يعني ايه؟ يعني الاسلوب، زي ما في زمايل ليكوا اتكلمت على انه الاسلوب اللغوي يبقى بسيط، التركيبات اللغويه خفيفه، لسبب رئيسي انت بتتكلم في الاذاعه، فالاذاعه لازم يكون الجمله بسيطه، كلماتها برضو بسيطه، المصطلحات اللي موجوده فيها بسيطه. ليه؟ لانك انت بتخاطب فئات مختلفه، في نفس الوقت بتخاطب ناس مش بس مستوى اعمار مختلفه، وانما مستوى تعليم مختلف. انت لما تخاطب في الاذاعه خد بالك ان دايما فكر الاذاعه فيه ميزه، ان هو مش محتاج معرفه كثيره بالتكنولوجيا، وانما بتضغط زرار انت بتعرف ايه، توجه المؤشر يمين وشمال، مش محتاج ان انا بقى بعرف اقرا واكتب عشان اتعامل معاه. طب ايضا عندنا سرعه الايقاع طبعا، لانه الاذاعه ليها وقت محدد، انت لما بتتكلم في ربع ساعه هي الربع ساعة عشان الجمهور ما ينصرفش عنك ويزهق ويمل. يبقى أنا أول حاجة لغتي تبقى سهلة في التخاطب وفي الأداء، اتنين سرعة الإيقاع إن أنا أبقى سريعة في كلامي وحدد إيه اللي أنا عايز أقوله في البرنامج. أيضا خفة البرنامج ما يبقاش تقيل على قلبي. لا أنا في برامج لو إحنا هنتكلم عن الاقتصاد والسياسة والثقافة والمش عارفة إيه، في طريقة معينة إن أنا ممكن أتناول الموضوعات ده، لكن بطريقة خفيفة ما تبقاش طريقة معقدة، لأن برجع بقول أنت بتخاطب حاسة واحدة وهي حاسة السمع، فلازم تجذبها ومش تطردها بكلام ثقيل وأغاني ومصطلحات غريبة. لا لازم تتمتع بإيه، خفة وسرعة في الإيقاع. أيضا التطرق إلى موضوعات وقضايا تتسم بالحساسية، الجراءة والحرية في المعالجات المقدمة. أيضا طبعا ما هي أكيد أنا لما بتكلم عن قضية زي قضية القضايا اللي احنا بنسمعها، زي مؤخرا لما شفنا الفتاة اللي مشيت في عكس الطريق بتاع الجلالة، ده كان حدث الساعة لأنه مصور، فاتسم أكيد بالتفاعلية وتفاعل الفيديو، دكتور صبي قطع مشاهدة حضرتها وتداول كبير جدا في مواقع التواصل والناس كلها شافته. فأكيد قضايا زي دي أنا كواحد بتكلم في أي برنامج هتطرق ليها، برنامج إخباري، برنامج أي برنامج هتطرق ليها، دي حديث الساعة. حديث الساعة اللي هو موكب المومياء، الحاجة اللي التحفة اللي شفناها كلنا عبر وسائل الإعلام المختلفة كان حديث الساعة، ومنظر ميدان التحرير والإضاءة والموكب العظيم اللي تم من خلاله نقل المومياء بطريقة حرفية جميلة جدا، رسمت لنا شكل حضاري. طب ما ده تطرق موضوعات حالية. طب الجراء والحرية في المعالجات المقدمة، إني أنا لما بتكلم في قضية ما ما تهربش منها من غير معالجتها، يعني ما أقدمش قضية أيا كانت القضية وبالتالي أقول أنا
ماليش علاقة بيها. أبسط حاجة، إحنا دلوقتي بنشوف مشاكل اجتماعية مش طبيعية، مشاكل اجتماعية تعبر عن خلفيات نفسية. لما أنت عايز تعمل قضية اجتماعية على نسب الطلاق المرتفعة عندنا في البلد، هيقول لك لا إحنا محتاجين دكتور علم نفس وعلم اجتماع ودكتور معرفش إيه ودكتور إيه، عشان أعمل برنامج بتكلم فيه عن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق. فبالتالي هنا أنا بقدم معالجة، بس دايماً بقول المعالجة لازم تتسم بالسرعة الإيقاع وخفة في الأسلوب وسلاسة في اللغة، ده ضروري جداً جداً جداً. عايزين ننتقل للسلايد اللي بعديها لو سمحت. يعني دكتور، يعني إيه قضايا تتسم بالحساسة؟ قضايا الحساسة يعني قضايا اللي تطرق إلى موضوعات، وقضايا تتسم بال زي ما أقولك قضايا حساسة. يعني مثلا قضية سد النهضة، قضية قناة السويس لما حضراتهم قعدوا كلهم من دول العالم المختلفة، حتى أمريكا اتدخلت وقالت إحنا ممكن نساعد مصر، الكرو المصري، في إن نغير من مسار أو نحرك أو نعوم السفينة. لما قالوا إنه والله نشوف الغلط على مين وحنخلي مصر تدفع 13 مليار دولار تمن، مش دي قضايا يعني دكتور بعد اذنك دكتور، بس ثانيه، قضايا الساعه وقضايا كلها حساسه ترتبط بالواقع اللي احنا عايشين فيه. دكتور مايا، نعم، في حد بس بيلعب في حاجه عنده فبيبان شويه رسومات حمراء على انا واخده بالي من القصه دي، فانا مش عارفه هو بيعمل كده بس كده. انا بس يا ريت لو هو بيعمل كده قاصد يبطل، ولو مش قاصد يحاول ياخد باله. يا ريت، يا ريت فعلا. شكرا ليك يا احمد، ويا ريت الافكار اللطيفه يبقى يقول لنا هو بيعمل كده ازاي عشان نعمل زيه. طيب، الاعتماد على احدث الاحصائيات والارقام، زي اللي كل يوم احنا بنتكلم في موضوع كورونا والارقام والاحصائيات وزادت وقلت وهنقفل وهنفتح، دي ارقام الساعه. يعني اصبح كل يوم انت بتبص المؤشر جاب كام النهارده. الاستعانة بمصادر معلومات متعددة في الإعداد، ده أساس المعد الجيد. العلاقات، شبكة العلاقات لازم تبقى كبيرة جدا جدا عشان يتأكد من مصدر المعلومة ومصدر الخبر، ويتأكد أنه الحدث ده حقيقي، ويجيب بقى من مصادر مختلفة. يعني مثلا أصدقاء لي ومعارف لي في بني سويف، أسيوط، المنيا، مناطق ومحافظات مختلفة، بالإضافة لدول كمان. أصبح عندنا التفاعلية دي بتحلنا كل حاجة. أنا ممكن أجيب أخبار من دول عربية مختلفة، زي دلوقتي مثلا عندنا في برنامج، مش يعني في برنامج رياليتي شو بيتعمل في الإمارات حاليا، كانت إي تي بالعربي اللي هي قنوات الإم بي سي تحت رعايتها، بيتكلموا فيه عن حوالي 12 ممثل أو مغني مش عراقي، جزائري، عم يعملوا رياليتي تي في في الامارات. ده مثلا انا النهارده اول يوم اسمع عنه. فالتفاعليه والانيه اصبحت انك انت قادر تعمل شبكه علاقات، لا مش على المستوى المحلي ولا الاقليمي، لا كمان الدولي، عشان تغذي بيها البرامج بتاعتك بالاعداد الحقيقي. يعني انا فرحتي عندي علاقات عامه هايله جدا، لكن بقول اخبار اي كلام، لا انا بتحرى كمان الدقه. ايضا الاتجاه للتخصص اللي انا قلت عليه، فئات معينه من الجمهور، يعني بخاطب الشباب، بخاطب الطفل، بخاطب المراه، بخاطب كبار السن. ايضا عندنا الاتجاه التخصص في بقى الموضوعات، موضوعات محدده بعينها. يعني عندنا مثلا لو انا بتكلم عن القضيه في مصر او الرياضه في مصر، ايه الوضع الحالي. أصبحنا نشهد في الفترة الأخيرة أنه إحنا ما عندناش غير الأهلي والزمالك والكورة، بينما في ألعاب إحنا كتير أهم الشيش مؤخراً في العالم، باين إحنا أخدين ميدالية مهمة جداً، مش فاكر المركز أول عالم، ميدالية ذهبية في الشيش، لكن إحنا ولا عارفين أي حاجة عنها دي، يعني فجأة بقينا هناك. فإحنا عندنا دايماً الإعلام الرياضي متمحور في حتة واحدة، زمالك واهلي وكرات ومحمد صلاح. طب فين باقي الالعاب يا جماعه؟ فين باقي؟ فبالتالي هنا اصبحنا ندور عن التخصص جوه التخصص. يعني الرياضه احنا هنتكلم عن السكواش، اوكي؟ انا هنا مثلا بتكلم عن
الأخبار أنت بتتكلمي عن أخبار اقتصادية ولا سياسية ولا أخبار فنية تحت ما يسمى الأخبار، يبقى أنا هنا بتكلم عن تخصص جوه التخصص، بحدد الفئات أكتر. يعني مثلا دلوقتي نتكلم عن الأسرة ولا المرأة، ولا المرأة الشابة المقبلة على الجواز، ولا الشاب المقبل بعد التخرج يعمل إيه الوضع، أنت بتتكلمي مع مين؟ ما ده بيحقق. وبصوا أهم نقطة اللي أنا بقولها، اتجاه إلى التفاعل مع الجمهور، اللي هو الاتجاه إلى التفاعل المتزامن واللا متزامن. إحنا المتزامن هو ده اللي إحنا ماشيين فيه، اللا متزامن ده بقى خلاص. طب إيه الفرق بينهم يا دكتورة؟ الفرق إن أنا مثلا البرنامج دلوقتي بتاع مصطفى حسني عيش اللحظة عنده إيميل، أوكي، أو لي أي إيميل بقى، ياهو مثلا، أي نوع من الأنواع الإيميلات، فأنا بخاطبه ببعت له سؤال بقول له حلقتك كان ينقصها كذا، بيفتح مصطفى حسني بعد يوم بعد ساعة الإيميل. لكن أنا لما هو مصطفى حسني دلوقتي قدامي لايف بيتكلم بالبرنامج وأنا ببعت له على الواتس، فهو مطلع عليا دلوقتي أنا بعت له، أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الماسنجر، أو يعني أو تفر كانت الأداة اللي أنا بستخدمها عشان أخاطبه بيها، فبالتالي أنا بحصل على الرد عليا حاليا. هو ده التزامن، يعني انا دلوقتي بكلمكم وانتوا سامعيني، ده التزامن. اللا تزامن اللي هو بعدها بفتره، ببص عليه بعدها بفتره. فالاتجاه المعاصر مش هو التفاعل، وانما التفاعل المتزامن كمان اللحظي الاني. انت بتتكلم، انا دلوقتي بكلمك الساعه، عندي الساعه 2 في امريكا، الساعه ما اعرفش كام، لكن انا ممكن اكلمه دلوقتي حالا، وده الاتجاه المعاصر. عشان كده انا سبتها او خليتها اخر نقطه. هل وضحت ايه هي السمات اللي لازم حضراتكم تحطوها في عين الاعتبار عند الحديث عن فكرة الاعداد، ولا مش واضحة؟ في حاجة مش مفهومة يا شباب؟ لا يا دكتور، تمام. لا واضح تمام. الناس اللي بتشخبط يبطل اللعب بس، معلش يا دكتور. يا استاذ ابو نجمه، على فكره الكلام ده هيطلع على الويب سايت بتاع الكليه، فنلتزم الاداب العامه. معلش يا دكتور، لا ما اعرفش اللي هو بيكتب عند حضرتك، بس بجرب، انا اسف. لو سمحت يعني بعد اذنك، يعني يا ريت بس عشان الناس تستفيد. طب في حاجه مش واضحه عند حضراتكم؟ لا يا دكتور، تمام. طيب ممكن السلايد اللي بعدها، اللي بعدها يا احمد. طيب خلاص، احنا عرفنا السمات اللي احنا هنشتغل بناء عليها، صح؟ لما انا عايزه دلوقتي احضر فكره او قضيه، او لا انا مش عايزه كل السكيب ده، لا انا عايزه، معلش، ايوه، بعد السمات قوي. الخطوات العلميه في اعداد البرامج الاذاعيه، اول حاجه انا بختار يا فكره يا موضوع يا قضيه يا شخصيه. ما اي برنامج بيطلع عن الحاجات دي يا شباب؟ ما بيطلعش. تمام كده؟ تمام يا دكتور، سامعينك. تمام. طيب أول حاجة بالنسبة لاختيار الفكرة والموضوع، أولا الموضوعات وقضايا تثير اهتمام أوساط الرأي العام. طبعا أبسط حاجة قلنا الحدث العظيم اللي هو الموكب بتاع المياه المصرية اللي انتقلت من المتحف الموجود في وسط البلد، راحت للمتحف الحضارة المصرية، صح كده؟ متحف المومياوات. لا مش المومياوات، مش مومياوات، لا راح الى متحف اللي هو اللي في مسترد، اللي هو كان دايما مصرود. الصور الشهيره قبل وبعد، فاصبح شكله دلوقتي مختلف جدا، سموه متحف الحضاره المصريه. هل حد من حضراتكم فكر يروحه؟ هو اللي انا جربت اروح يا دكتور واتمنعت ان انا ادخل كان المتحف المصري الكبير اللي هو لسه مبني جديد ده، اللي هو فين؟ اللي هو في عند الأهرامات. لا ما هو ده
في متحف تاني، ده ده متحف الحضارة، اللي انت بتقول عليه ده حاجة تانية غير اللي متحف احنا مصر الكبير. ده حاجة تانية. فأنا بعلق على فكرة موضوعات وقضايا الرأي العام، دي ده حدث، وإنما مش رأي عام. رأي عام اللي هو زي إيه؟ زي موضوعنا المومياوات ومتحف الحضارة، صح؟ دكتور يا جماعة، اللي عامل النجمة دي مساحة يا جماعة عشان نزولاني. محمد عصام، في عندك تحت علامة ستيكر، علامة يعني البتاع اللي انت بتمسح صح، بيها دي، هي دي ريزر. خلاص عندي ده بيشخبط اكتر، هي دي. روان خالد بقى، لا معلش ممكن تشيلها. روان ومحمد عصام. دكتور، قضية رأي عام زي قضية تحرش طفلة بتاعت المعادي مثلا. ما انا بقول يا ما هو ده، بقول انه في قضايا عشان نفرق ما بين حاجة بدر حصلت دلوقتي فانت بتقوليها، غير قضية تهم الرأي عام وتقعد فترة. خدتي بالك؟ يعني قضية تهم الرأي العام بالظبط. ايوه وقضية يعني دلوقتي انا مثلا بقول قضية وبتهم الرأي العام، لكن حصل حادث حالي فانا ده بقى بعمل المومياوات فيه بالظبط. وبروح اللي هي عبر وسائل الاعلام. موضوعات بقى وقضايا تتصل بانجازات على واقع الارض. طبعا عندنا ابسط حاجه، من اسبوع تم طبعا افتتاح اللي هي هنسميها مدينه الادويه، اللي كان المفروض تتسلم خلال 5 سنين تم تسليمها خلال سنتين. دي كتير جدا ناس ما كانوش يعني عندهم فكره عنها، باين اسمها حتى الخنكة تقريبا. هل حضراتكم سمعتوا بالموضوع ده ولا لا؟ يا دكتور انا قريت عنه بس ما كنتش لا، عارفه الرئيس قوي. راح وافتتح، وكان المفروض انه الموضوع ده يتم انه يخلص المشروع ده خلال 5 سنين، الا ان هم بالعزيمة وبالإرادة وبال تم إنجازه في سنتين. فطبعا حضراتكم كمعدين في قنوات، سوري، في إذاعات مختلفة، لازم تبقوا ريليتد جدا للموضوعات وابديت بشكل يومي. الانقلاب اللي حصل، أو مش الانقلاب، أنا يعني ما سموهوش بالانقلاب، إنما الأحداث اللي حصلت في الأردن برضو حضراتكم تابعتوها ولا لأ؟ اللي تابعته في الأردن عدم النشر في القرارات المصيرية، ده كان القرار، عدم ايه؟ عدم النشر في في الأحداث المصيرية. يعني ايه عدم النشر في الأحداث المصرية؟ مش فاهم. معرفش، هو كان العنوان إن الحكومة يمكن الأردنية تقصد، تمنع. يمكن تقصد عدم النشر في القضية أصلا بشكل عام، لأن في ايوه، بس تحقيق هل جاري حضراتكم فيها. يعني ايه اللي حصل في الأردن؟ كانت محاولة انت عارف حاجة؟ انقلاب. يعني حاجة زي كده، وإنه بيقولوا إنه إسرائيل وراه والكلام ده. أنت كإعلامي لازم يبقى عندك الخلفيات دي. يعني أنا قاعدة بقى دلوقتي بكلمكم، إحنا 3/4 عملي دلوقتي، شغلنا عملي، أنا قاعدة برغي، وهي نقاط اللي أنتوا شايفينها. يعني حتى طريقة العرض هي دي النقاط. بس هي شغلها عملي المادة، عشان كده بقول حصل كذا كذا. طب مين ولي عهد مين؟ كذا كذا. لازم نسمع ونشوف آراء الإذاعات والمحطات المختلفة. يعني شكرا. طبعا هنكمل فكرة احنا قلنا السينات المعاصرة، واتكلمنا عن الإعداد الجيد وعناصره وأساليبه، وشفنا الفرق ما بين الإذاعة والتلفزيون بشكل مبسط على الآخر، وعملنا كومباريزون إيه بشكل سريع. ممكن أنا عايزة اللي بعديها بقى، أيوة،
من ضمن الحاجات ايضا النماذج والقدوه المشرفه. طبعا لما احنا بنحدد الفكره او الموضوع، لا انا مش عايزه دي، عايزه اللي قبلها يا احمد بعد اذنك. تمام. دي ايوه تمام، دي صح تمام. لما انا دايما ببقى ابديت للموضوعات الانيه والحاليه، طبعا بيطلع من وقت النماذج مشرفه وقدوه، ومن ابرز الناس اللي هم يعني اخدين سوكسيه جامد في حياتنا هو محمد صلاح. دايما هو رمز القدوه ورمز ان هو انسان يا جماعه لازم نقتدي بيه، وان هو شخصيه محترمة في سلوكياتها، وإن هو حتى قدوة مشرفة أي حد لازم يقتدي بيها، بيصلي القرآن ما بينفصلش عنه، وإنسان محترم قريته عمل لها حاجات كتيرة، بيعمل خير كتير، سمعته حلوة وطيبة، رفع صورة الشخص المسلم في أوروبا، ومو صلاح دي مشهورة. فمن أبرز يعني أكتر واحد أقدر إيه يعتمد عليه كمثال في الحتة دي. المبتكرين والمجددين في المجالات المختلفة، طبعا إحنا عرفنا إنه في بنوتة مصرية جميلة جدا عملت حاجة جميلة جدا، إنها باين اكتشفت كوكب أو كواكبات، فسموا اسمهم باسم عيلتها، ودي حاجة تفتخر بيها مصر وكل مصري، لأنه طبعا هي بنت في ريعان شبابها، وشكلها طبعا زي ما بيقولوا يعني واخدة الشكل اللي هي مثلا إنسانة شكلها محجبة ملتزمة مثقفة، أكيد طبعا مهتمية بدراستها. ده نموذج دايما لازم الشباب يحتذي بيه، ولحنا كإعلاميين لازم نبص عليه ونسلط الضوء عليه، مش دايما نقعد نجيب الكوارث والحاجات المحبطة والحاجات اللي هي ليها آثار سلبية في نفوسنا. يعني برنامج صباحي انا اقول الاخبار الحلوه دي، فيه اجدد من طاقه البني ادمين الصبح هم ورايحين، ما اجيب لهمش طاقه سلبيه لمجرد ان انا عايزه ابقى صاحب السبق. ليه ما ابقاش صاحب السبق في حاجه ايجابيه تعم بالخير والراحه النفسيه للناس؟ ليه انا على طول صاحب السبق بالاخبار السلبيه والاضطهاد وشوفوا بيحصل ايه، وشوفوا اضطهاد ايه، وشوف ده ذبح مين وده قتل ايه؟ لا، الاهتمامات الإنسانية المختلفة، مكافحة الجريمة، إن إحنا قدرنا مثلا من خلال عمليات مثلا قامت بيها الشرطة مكافحة الجريمة، بإن هم قدروا شبكة معينة القبض عليه، فبالتالي أنت تحس بنوع من الأمن والأمان والاستقرار النفسي، وإنه لأ أنت قاعد في منظومة متكاملة، شرطة وجيش وشعب ومؤسسات، فأنت كشخص بيجي لك طاقة مش سلبية بقى إيجابية. المستقبليات اللي هي بقى أكثر حاجة بتتناول قضية البحث العلمي والفكر، إحنا وصلنا قد إيه في قضية البحث العلمي، قد إيه وضعنا، إحنا بعاد ولا قريبين، هل إحنا عندنا بحث علمي في مصر، وهكذا. فدول لما احنا عايزين نعد لفكرة او موضوع او قضية لازم نفكر في الحاجات دي، عشان منها نستنبط الفكرة اللي هتفيدني في البرنامج الاذاعي او التلفزيوني بتاعي، وتجدد منه ومن طاقته، وبالتالي تخليه او تبرزه بشكل جميل والناس تحب تسمعني. مش اول ما تشوف صوتي على الاذاعي ترميه، تقول لك بلا هم، انا مش عايزه اسمع، مش عايزه اشوف، ده برنامج نكد يعني او متعارف عليه. او مثلا صاحبته مثلا بتكره الرجل، لا بتكره مش عارفه، دايما في مسميات، يعني دايما اصبحنا نقول ان المذيعه الفلانيه او المذيع الفلاني بتاع كذا، مسميات. لا، احنا مش بتوع مسميات، احنا المفروض بنقدم فكرة عامة تخدم المجتمع وتقدم له صورة. طبعا احنا مش في المدينة الفاضلة برضو، بس انا بتكلم بالشكل عام. بشكل عام احنا دايما ملاحظين الايام دي بنركز على الاشياء السلبية او بنتعرض ليها كتير جدا، لكن الاشياء الايجابية ما بيتمش التعرض ليها. ده ما يخص عند بحث فكرة او موضوع او شخصية لتناولها.
ممكن السلايد اللي بعدها يا أستاذ أحمد؟ حضراتكم تاني خطوة وهي تحديد أهداف المعالجة، يعني أنا عايزة أعالج إيه في الموضوع؟ عايزة أعالج إيه في الموضوع دي حقيقة أنا هقف عندها وهطلب من حضراتكم إنه المحاضرة الجاية الأسبوع الجاي كل واحد يجيب لي برنامج إذاعي. كل واحد يجيب برنامج إذاعي تمام؟ إحنا هنعرضه إزاي؟ أنا هوضح لحضراتكم هيتم عرضه إزاي؟ البرنامج ده هتنزلوه على الواتساب جروب، كل واحد هينزل اسمه واسم البرنامج الإذاعي اللي اختاره أعمل له داونلود، وهيتم عرض البرنامج ده بشكل كروكي الأسبوع الجاي. هو هيتكلم وهيتم المناقشة هتبقى علنية عن كيفية تحديد أهداف معالجة للبرنامج، يعني البرنامج ده عالج القضية دي إزاي؟ تمام؟ يبقى ادي اول مطلب من حضراتكم الاسبوع الجاي هيكون لواحد فيكم. انا عندي 100 شخص الى الان مسجلين حضور، تمام؟ ال 100 شخص دول يبقى 100 حلقه اذاعيه انا هنتقي منهم، هبتدي نتحاور كلنا حول القضيه اللي بيتكلم عنها البرنامج الاذاعي، الاذاعي وليس تلفزيوني، انا بكرر اهو. تمام؟ ده على الأسبوع الجاي. في سؤال، في حاجة مش واضحة في محاضرة النهاردة؟ عادي يا دكتور، لو اخترت برنامج إذاعي مثلا يكون على بلاتفورم على الأونلاين، الإيه برنامج إيه؟ إذاعي يكون موجود على بلاتفورم أونلاين، يعني مثلا زي بودكاست وكده. اذكر لي هل له لينك، هل اسمه إيه، يعني كل واحد يبقى كاتب اسمه وكاتب هو عمل إيه أو اختار الإيه، بحيث ان انا ممكن نديه لاحمد فاحمد يعمله لنا دروب على طول على الزوم عن طريق اللينك يعني. تمام؟ هل في حاجه يا جماعه مش واضحه؟ شباب الشباب شكلهم ناموا، ما فين يا جماعه؟ معاك يا دكتور مع حضرتك يا دكتور. في حد مش واضح ليه فكرة معينة أو نقطة مش واضحة؟ لا كله تمام يا دكتور، بس معلش يا دكتور. لا يا دكتور كله تمام، عشان يبقى باين للكل الإيه؟ معلش عيدي بس على الأسايمنت علشان يبقى كله الأسايمنت. حضراتكم مطلوب منكم كل واحد فيكم مطلوب منكم إن هو يسجل حلقة أو ياخد لينك حلقة إذاعية. الحلقة دي يعني ماكسيموم مدتها 5 دقايق 10 دقايق، مش أكتر من كده. تمام؟ الحلقة الإذاعية دي يعني بقى أنا دلوقتي هاخد 100 حلقة إذاعية، هنعمل إيه؟ هنختار بشكل عشوائي المحاضرة الجاية، البرامج دي هنختار منها برنامج 2 3 حسب وقت المحاضرة، هيتم المناقشة عليها بطريقة المعالجة، يعني إزاي تم معالجة قضية ما عن طريق البرنامج ده، لأن إحنا عندنا بتاع 6 طرق للمعالجة الإذاعية. فالبرنامج اللي أنت أو أنت اخترتيه تناول أي قضية أو أي طريقة في المعالجة من الستة، هل واحدة، هل الاتنين مع بعض، دمجهم مع بعض، ولا ايه الآلية؟ تمام؟ يبقى كل واحد من حضراتكم هيسجل او هياخد لينك لبرنامج اذاعي مدته من 5 ل10 دقايق، اكتر من كده لا طبعا. تمام؟ وبالتالي هيحطه باسمه فين؟ على الواتساب جروب. تمام؟ انا قدامي حوالي دلوقتي 100 شخص حاضر، فالمية دول لو سمحتوا يعملوا المطلوب منهم، وانا هبقى راجع. دكتور انا اسفه بس كان عندي مشكله مش عارفه ادخل، ممكن حضرتك تعيدي اخر الجمله دي تاني؟ بقول حضراتكم هتاخدوا لينك او تسجلوا حلقه مدتها من 5 ل10 دقايق، حلقه برنامج اذاعي. احنا الاسبوع الجاي هنختار بطريقه عشوائيه حد من البرامج دي ونتناول طريقه المعالجه الاذاعيه للقضيه اللي بتناولها البرنامج. تمام؟
دكتور، دكتور.